سلام بنات، من انكم تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه اللي انا تعلمت بها الطرز، اللي كان سهلات عليا انني نتعلم، وغادي نوريكم كيفاش يعني بسهوله كنخدموها كبهاد الابره هادي ديال الرقم ديالها 5 ديال الطرز، دايره بحال هكا. وغادي نخدم بالحرير. انا الحرير ما كنبرموش، الطرز الرباطي انا كنعرفو بالحرير ما مبرومش، كيتخدم هكا بالحرير نيشان. بالنسبة للأشكال اللي أنا تعلمت بيهم الطرز، هما هادو، تعلمت بزاف، طلقت يدي في هاد الوريقات بحال هكا، يعني هكا بقاو ترسموهم بيديكم ساهلين. وأغلبية كنت كتعجبني نخدم قليبات بحال هكا، كانوا كيعجبوني بزاف، كانوا كيعجبوني ساهلين. البنات المبتدئات دي اسهل طريقه انها تتعلم بها، والمرمى ضروري اننا نغلفوها بحال هكا، يا اما التوب ديال الخيط لا فاصمه ولا اي حاجه، المهم شي حاجه اللي ما كتخليش التوب يزلق. مثلا هذا التوب ديال الساتر كيزلق، انا دايره في المرمى ما كيزلق ما حتى شي حاجه، وما كيتمزقش بهذه الطريقه، هذه كيبقى مزيان عندنا التوب. الحرير عندنا فيه 4 ديال الشعرات بحال هادو، انا كنخدم بهم دوبل، كاين اللي كيخدم بيها رقيق، كاين اللي كيخدم بيه مدوبل، بس انا كيعجبني نخدمو هكا مدوبل. صافي غادي نطلقو هكا ما بين يدي. ملي كنبداو الخدمه كنبداو مع الجنب ديال الوريقه بحال هكا ديال الرشمه، كنبداو مع الجنب، كنخدمو جنب الغرزه، ما كنخدموش النيشان، يعني بحال هاد الورقات هادو خدموهم بزاف بزاف. انا خدمت عرفتي واحد تقريبا واحد المتر ديال التوب، عمرته بالالوان وبهاد الاشكال هادو بزاف الا حتى طلقت يدي فيها مزيان. يعني انا تعلمت كان في عمر ديالي 14 عام تعلمت هادشي، ويعني يقال شي شهر ولا شهرين بديت كنشد الخدمه. صافي كندخلوا لي بره هكا مع الجنيب، وكندفعها بصبعي من التحت باش كتطلع. المهم الطرز اغلبيه كتخدم بجنب ما كتخدمش نيشان، باش كيجي ساهل، وكتكون الغرزه شويه طويله ماشي قصيره، وما كنزيروش يدينا وما كنرخفوش بحال هكا. بالنسبه ملي كنسالي الزواقه ديالي، سولتني واحد البنيته على القضيه ديال كيفاش كنبدا وكيفاش كنسالي، يعني مني في الاول كندير عقده ومن بعد عاوتاني كنولي ندير عقده في التالي وصافي. صافي كنتاكد انها ما غاديش تطلع ليا على الوجه ديال الثوب وصافي. بالنسبه انا ملي بديت كنتعلم انا براسي كنت كنزير بزاف يدي، وكان الثوب كيجيني مكمش، الخدمه كتجيني، الحرير كان كيتشنتف ليا، ولكن ملي طلقت يدي بزاف في هاد السواقه هادي هي اللي خلاتني انني نتعلم الطرز. هذا هو السر ديال الطرز، دي اول سواقه تعلمتها هي اللي خلاتني نطلق يدي مزيان. وهذا الشكل هذا ديال القليب علاش خدمناه حنايا هكا بالطول، هذا هو اللي كيعلمك كيفاش انك تمشي في الرشمه، يعني تكبري الغرزه وتصغريها، بالنسبه هنايا قصيره وكتمشي انت كطوليها عاوتاني كتطلع وانت كتقصريها. صافي هادو هما الاشكال اللي خلوني انا نتعلم الطرز يعني باحترافيه،
هما هادو صافي ساهله، كتبقاي تخدمي فيهم حتى كتلقاي يديك مزيان فيهم. من بعد بامكانك تخدمي اي حاجه، المهم بداي على التوب يكون ديال الخيط، ملي يكون صعيب انا خدمتك على الساعه، ولكن انا فاش تعلمت على التوب ديال الخيط كيجي ساهل في الخدمه صافي. مادام ملي طلقتي يدي مزيان في هادو وبداو كيتخدموا ليا مزيان صافي، ديك الساعات تعلمت يعني اي رسمه كان بامكاني نخدمها. وإلا لاحظتي وانا رشمه، انا فاش كنت كنرشم هادو راه ما رشمتهمش مزيان، غير شويه مخربقين ما قديمتهمش مزيان، ولكن في الطرز خدمتهم مزيان، هما كيبانوا بحال اللي يعني النص ديال القلب من هنا ولهنا بحال هذا. ملي كتعلمي الطرز مزيان وكتطلقي يديك يعني اي رشمه واخا تكون عندك عوجه شويش كتقدري تقاديها. كنتمنى ان الفيديو يكون جاكم سهل واستفدتوا منه، وما تنساونيش باللايكات والاشتراك في القناه.